طيب يا جماعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. عايز الاخوه اللي معايا في اللايف ياكدوا على موضوع الصوت، لان عندنا لايف مهم جدا وخطير بخصوص القضيه بتاعت البنت المسكينه اللي قتلها هذا الاجنبي ومعه شريك السوداني، واللي بعض الناس الان بيحاولوا يروجوا على انه الناس دي سايكوباتيك والناس دي عندهم امراض نفسيه وما بعرف ايش وكلام زي ده. تمهيد لي يعني مخرجته من المحاكمه، مش كده وبس، كمان في هاشتاجات حايمه لبعض البنات يدافعوا عن كورما، الاسم اللي حوريكم جا من وين بعدين، للسفاح هذا الاجنبي، واللي حوريكم في اللايف ده كيف انه هو من عبده الشيطان وانه ذبحه للبنت دي وذبحه للبنت اللي قبلها واللي كان حيذبحها القادمه، ودي اذا ما ذبح اكثر هو عباره عن عباده وعباره عن طقوس هو مؤمن بها تماما، من الالومنيشن او من الالومناتي ومن عباده الشيطان ومن الاله بافوميت والحاجات الفارغه الكثير اللي حكلمكم عنها دي. عايزكم تاكدوا لي على موضوع الصوت اول حاجه في اللايف الخطير ده، واهم حاجه الشير يا جماعه، اهم حاجه الشير عشان نبطل الحمله اللي بتحاول تبرئ الناس دي في قضيه بتاعت البيت المسكينه دي وقضايا البنات الاخرى اللي. وعشان كده الحاجه الغريبه انه الشرطه لما قالت انه الناس دي ما يبدو عليهم اي اثار الندم، ما تستغربوا يا جماعه، لانه الكلام ده اصلا طقوس وعباده، والناس دي شايفين نفسهم على خير، وده توجيهات لوسيفر. لوسيفر ملك النور اللي هو ابليس، لوسيفر هو الاسم الثاني لابليس عند الالوميناتي، عند المستنيرين زي ما هم بيقولوا نفسهم يعني، وده الاله بتاعهم، وهو طقوس من طقوس عباده الشيطان، هو ارتكاب الفاحشه وقتل وذبح هؤلاء البنات تقربا الى بافوميت، وحكلمكم عنه اللي هو الصوره اللي هو حاطيها، صوره الاله ابو راس ماعز والكلام ده، يعني ده كلام معروف جدا عالميا يا جماعه، وانا حوريكم عن تاريخه. طيب شكرا يا محمد صلاح على الاضافه، خليكم معايا وانا حديكم تنوير كده بسيط عن الفكره دي بدت من وين والافكار بتاعت عباده الشيطان دي جات من وين، وبعدين بوريكم طقوسهم. والولد شاهد على نفسه بنفسه، يعني الولد كان من الغباء بتاعه، يعني الولد الاجنبي ده انه بيشوي كل الصور، حتى الهدايا اللي بتجي ولما يصل لمرتبه معينه في الالوميناتي اللي هو العقد اللي خدت عليه والهرم والسلسله والعين والكلام ده، ده يا جماعه عقد معروف جدا جدا لا يعطى الا لناس في مرتبه معينه في هذه العباده او في هذه الفكره يعني. عقد النحاس دي. فالمهم حاتكلم معاكم في الموضوع ده انا بتفصيل ممل شويه، معلش سامحوني اللايف حيكون طويل شويه، لكن اللايف مهم جدا لحمايه البلد من هذه الافكار الهدامه، ولحمايه الشباب والبنات، ولتنوير الشباب والبنات المخدوعين في اصحاب هذه الافكار الذين يدخلوا من باب الاستناره، للاسف بيدخلوا من باب الاستناره والوعي، وانك تعرف الحقيقه، وانه انت مخدوع، وانت البوتقه الضيقه الدار يخطوك فيها اولا، فبيعتبروا انه اله التحرر، وبيعتبروا انه اله الحريه، الفريدم جود. وحنتكلم على الكلام ده يا جماعه بكلام شويه مطول يعني. القصه بدات وين؟ القصه بدات يا جماعه اليهود عندما كانوا في فلسطين، تسلط عليهم الاشوريين والبابليين وكانوا هم ملوك الشمال، وكان ملكهم سرجون. عذرا للانقطاع، الاتصالات دي حتكون مشكله يا اخي. طيب كان ملكهم سرجون الثاني هو المسيطر يا جماعه على مملكه الشمال، وبعد ما عملوا فئة التنكيل والقتل المهم وشتتوا أهلها وكده، لكن كانوا هم حكام اللي هم البابليون والأشيريون، وكان ذلك سنة 720 قبل الميلاد، الكلام ده يا جماعة قبل مولد المسيح عليه السلام. وكان مملكة الجنوب مسيطر عليها حاكم مصر اللي هو نخاوة أحد ملوك مصر، وضمها إلى الإمبراطورية المصرية، وسار إلى مملكة الشمال بمعاونة اليهود بتوع مملكة الجنوب، وهزم ملك الشمال. فسمع بالكلام ده واحد من قيادات البابليين والأشوريين الكبار جدا، كان ملك عظيم في ذلك الوقت في منطقة العراق ومنطقة بابل بالتحديد، اللي هو نبوخذ مصر، نبوخذ نصر اللي هو بختنصر في بعض الكتب، ونبوخذ نصر أو بختنصر كان من الملوك العظام جدا في تلك الفترة، وهو صاحب القصة المشهورة يا جماعة بتاعت البعوضة وغيرها. فهذا الرجل أو بختنصر هذا تمام هو ملك البابليين والأشوريين اللي كان في العراق، فلما سمع بالكلام ده هجم على المنطقة اللي فيها اليهود ديل ودمرهم وسباهم في العام 586 قبل الميلاد، وقتل اليهود وسباهم ودمر المعبد، وكان ده الدمار الثاني له، ونهب اورشليم. مش كده وبس، اخذ اليهود معه اسرى الى منطقه بابل، ما اكتفى الرجل ده بالكلام ده تمام. طيب اذا دخل اليهود في مرحله السبي البابلي، حتعرفوا بعدين كيف المرحله دي مهمه للكلام انا حقوله لكم ده. قلنا بختنصر ده دخل فلسطين في العام في عام 586 قبل الميلاد، فقتل معظم اليهود ودمر الهيكل تماما خلاص، واحرق التابوت والتورات التي انقطع سندها من ذلك التاريخ، يعني التورات اللي كانت موجوده الاصليه الرجل ده حرقها كلها تمام. طيب بعد ذلك بختنصر اخذ من بقي من اليهود معه اسرى الى بابل، وسميت مرحله السبي البابلي،
ومكثوا هؤلاء في العراق طويلا خلاص، وبدوا يتزاوجوا لأنه مكثوا أكثر من 50 سنة مع العراقيين. فالحاخامات اليهود انزعجوا جدا من عملية تزاوج هؤلاء اليهود مع الشعب البابلي والآشوري الموجود في العراق، وقام فكوا الموضوع بتاع نحن شعب الله المختار وينبغي لا تتزاوجوا مع الغير، واليهودية ليست ديانة للتبشير، وإنما اليهودي هو يهودي الأب والأم، ولا ينبغي لليهودي أن يدعو غيره أو يدخل غيره في هذا الدين، ولا ينبغي أن يتزاوج مع غيره. وجابوا فكرة شعب الله المختار دي، يعني هي فكرة وهمية أن تجوح حاخامات اليهود للحفاظ على كينونتهم، وعلى لما حسوا أنه اليهودية بدأت تنداح في التواصل مع الأشوريين والبابليين. مش كده وبس، بيغبنهم من العمل وبقت نصر ومن دمار الهيكل للمرة الثانية وبينسبيهم وقتلهم و و و وشعورهم بأنهم شعب الله المختار. عمل شنو اليهود بعد ذاك؟ عمل اليهود يا جماعة أكبر مصيبة في التاريخ، اللي هي بدأت تنشأ جواهم دعوات للصهيونية ودعوات للعنصرية ودعوات لصياغة دين جديد يخالف دين التوراة نفسه. طبعا دين جديد معناه عايزين له تشريع جديد، معناه عايزين له كتاب ووحي جديد، معناه عايزين له أنبياء ورسل جدد، وده كله يا جماعة صنعوها هؤلاء الحاخامات الملاعين. وهم طبعا كان معروف عنهم كما ذكروا من القرآن أنهم يبدلون كلمة الله ويغيرون ما في الكتاب بحكم هواهم فقط. طيب، فبدوا هؤلاء الناس في صياغة أشياء ويضعون نصوص محرفة في التوراة لم تكن فيه، زي مثلا يا تونس أقول الناس ده معاي، على أنهار بابل جلسنا نبكي عندما تذكرنا صهيون. بابل، وده كلام يعني ده، وانتم مشيتوا بابل بعد سيدنا موسى ما مات بزمن طويل جدا، فكيف ورد في توراة سيدنا موسى على انهار بابل؟ اساسا انتم ما شفتوا بابل الا بعد فترة طويلة جدا من موت سيدنا موسى عليه السلام. ايضا شوفوا النص ده، ان نسيتك يا اورشليم فلتنسني عيني. النص ده برضو ادخلوه، طبعا هنا بيحاولوا يعني يغروا عملية الرجوع الى الهيكل والرجوع الى الارض الصهيونية والرجوع الى ارض فلسطين وهكذا. ايضا ليلتصق لساني بحنكي ان لم اذكرك وغيرها يا صهيون. دي كلها يا جماعة نصوص كان بدأت هنا الفكرة بتاعت نشأة ما يعرف بالتلمود. طيب، ومن العجيب انهم ينسبون هذه الاقوال الى داود عليه السلام والى غيره من الانبياء، والكلام ده كله طبعا باطل يا جماعة، لان داود عليه السلام مات قبل الكلام ده ب500 عام، مات يعني الكلام ده كله وهم ساي لا ينسب الى نبي جابوه من راسهم ساي. طيب، هنا بدات الصهيونيه تبث سمومها. شوف انا دار اخذكم لحد عباده الشيطان، انا ماشي معاكم شويه شويه. طيب، عشان ابث السموم دي، التوراه ما فيها السموم دي، والتوراه ما فيها العنصريه دي، والتوراه ما فيها انهم شعب الله المختار، والتوراه ما فيها بقيه الامم خراب زي ما هم بيقولوا، والتوراه ما فيها هذا الحقد وهذا الغل، والتوراه ما فيها الاساءه الى الله عز وجل وتمجيد ابليس. يبقى لازم يعملوا شنو؟ لازم يعملوا دين جديد، الدين الجديد ده له كتاب جديد. فهنا خرجت هؤلاء الحاخامات الملاعين بفكرة التلمود، وكانوا يرون أن التوراة ليست وحدها الكتاب المقدس. طبعا نتج الحديث نجرها من راسهم ساي. فلقد كانت هنالك روايات شفوية تناقلها الحاخامات وهي التي تعرف بالتلمود. دي يا جماعة زي عندنا هنا الأحاديث عندنا التي رواها الصحابة، ولكن الفرق بيننا وبينهم أن الحديث عندنا متواترة وصحيحة وصادقة، والتلمود عندهم مكذوب وكله إجرام وكله سب لله عز وجل وكله تمجيد للشيطان وكله طعن في الشريعة الإلهية السماوية، بغض النظر عن أنها شريعة إسلام ولا مسيحية ولا يهودية. وبالمناسبة عشان تكونوا عارفين بس، اليهود أحقد على النصرانية كمثل حقدهم على الإسلام، هم يحقدوا على أي دين غير اليهودية ويحاولوا يدمروا أي دين غير اليهودية. طيب، فأنتجوا ما يعرف بالتلمود. فبعد المسيح ب150 سنة عندهم واحد اسمه يوداس. يوداس ده هو أحد الحاخامات خلاص، وقال يا جماعة حتى لا تنسى التعاليم الشفوية في أرض بابل اللي رحنا لها دي، كتب حاجة اسمها المشنة. المشنة، شوف هنا بدأ يا جماعة تحريف الكتاب. المشنة دي يا جماعة الجزء الأول من التلمود، والمشنة ومعناها الشريعة المكررة لأنها تكرار لما ورد في شريعة موسى. يعني ما شوف بلغتهم المشنة ذاتها تعني الشريعة المكررة، معناها أنا يوداس ده عايز أديكم شريعة جديدة، لكن ها حقول لكم ما سمعته من موسى. يعني أول حاجة معنى الاسم نفسه يدلل على أن ما في التلمود ليس ما أتى به موسى عليه السلام، وسماه المشنة. والمشنة دي مقام عند اليهود زي مقام صحيح البخاري عندنا في الإسلام هنا. ليه؟ لأنه صحيح البخاري عندنا أصح الكتب التي شرحت السنة والقرآن، كذلك عندهم يا جماعة هو المشنة ده أصح الكتب الذي شرح توراة سيدنا موسى عليه السلام، وسمي التلمود. تمام؟ طيب، وتم التعديل عليه كثيرا من حاخامات بعد
بعد يوداس لحد ما وصلوا الحاخام يهوذا، كل ذلك يكتب من راسه، كل ذلك ينجر من راسه، فميلوا من عبادة الله إلى عبادة الشيطان وعبادة الهوى داخل هذا المشنة. لم يتوقفوا على المشنة وانتقلوا إلى شيء ثاني، لأنه في بعض اليهود ما فهموا المشنة وفهمهم بقلاء صعب خلاص، فكتب بعض الحاخامات حواشي وشروح كثيرة على المشنة، زي ما احنا يا جماعه نقول شرحي مثلا سنن ابن ماجه، شرحي مثلا سنن الترمذي، مش احنا قاعد نقول كده، هم برضو عملوا كده. ولكن يا جماعه في الجماره كتبوا اسوا مما كتب في المشنه، فبقى عندنا التلمود كتابين، المشنه والجماره. المشنه كتاب محرف لم يرد في توراه موسى عليه السلام، والجماره كتاب يشرح المشنه، فوصل الكتاب الاول نجر والكتاب الثاني نجر اكبر منه. شفتوا الناس الملاعين كيف؟ يعني الحاخامات الأوائل ناس يوداد ويهوذا وغيرهم كتبوا المشنة، والمشنة هي شروحات للتوراة، بيقولوا هم سمعوها من موسى عليه السلام، وكلها كذب، كلها تجعل اليهود شعب الله المختار، وكلها تجعل بقية الأمم عبارة عن خراف، وكلها تؤدسل للصهيونية والعودة إلى الهيكل، وتطعن في الله عز وجل. ثم أنا حديكم نصوص تشيب لها الولدان، طعن في الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وفي نفس الوقت تمجد ابليس، تمجد ابليس عديل لوسيفر او ملك النور او اله النور اللي هم بيقولوا ده بافوميت اللي خدتيه، والزول ده صوره، الزول ده ذات القاتل ده خدتي بافوميت ده صوره ومجد لوسيفر، وكاتب في صوره ثانيه انه لوسيفر ليس شيطانا، لوسيفر از نوت ساتان، كاتب الكلام ده في صفحته، امشي خشوا الكلام اللي بقول لكم ده بافوميت ولوسيفر والكلام ده كاتبه في صفحته، وهو بيفتخر وكاتب الاليميناتي فور ايفر والاليميناتي للابد، وانا الاليميناتي وانا مؤمن بهذه العقائد. طيب إذا بقى عندنا، وصلنا لوين؟ بقى عندنا كتاب اسمه المشنة، دجل كله نجر، مكتوب كله يدعو إلى عبادة الشيطان، مكتوب في فترة السبي البابلي، وجعله كتاب اسمه الجمارة نجر أكبر منه، وديل يا جماعة أصبحوا عمادة التلمود. فالتلمود عند اليهود هو الكتاب المحرف للتوراة عند موسى عليه السلام، والتلمود قلنا ينقسم لاثنين، المشنة والجمارة. طيب أديكم نجرة ثانية، بعد ما كملوا تلمود بابل كمان اللي قاعدين في فلسطين قالوا يا زول ما فيش حد احسن من حد، طالما هم ينجروا احنا كمان ننجر، فقام نجروا حاجه اسمها تلمود اورشليم، فبقت تلمود ذاته عده كتب. يا اخي شوف الله ينزل المجرمين اجرام ما تتخيلوا الاجرام بتاعهم كيف. فبقى عندهم تلمود بابل وتلمود اورشليم، كل الكلام ده يا جماعه بقى موجود عند هؤلاء الناس، كميه من التلمودات، والتلمودات كلها وهميه وكلها نجر في الفاضي ساكت. طيب بعد ذاك الحصل شنو الحصل؟ انه في مقولة يهودية مشهورة جدا جدا، يقول لك الذي يقرأ التوراة من غير المشنة والجمارة فليس له إله. فليس له شنو؟ فليس له إله، يعني معناه هم نسفوا التوراة وجعلوا دينهم هو المشنة والجمارة والتلمود دي خلاص. طيب البداية من هنا، أشمادائي ملك الجن والعفاريت، ركزوا معي، قال لك ورد في سفر طوبيا اسم ملك من العفاريت، وهو حسب التراث العبري عفريت متعة، عفريت متعة ركزوا معي لأنهم ارتكبوا الفاحشة مع البيت بعدين قتلوها. قالوا مسؤول عن بيوت اللعب واللهو، وأضيف في الأدب بعد ذاك اليهودي إلى قائمة أمراء الجحيم السبعة حسب التلمود، هو أحد هؤلاء الجن والعفاريت المقربين من يهوى في المحكمة الإلهية، هنعرف بعدين يهوى ده شنو اللي هو الشيطان، وهو أحد العفاريت التي ساعد سليمان على بناء الهيكل. هذا الموضوع يا جماعة تطور، لو شفتوا أنتوا صورة أشماداي ده، إلى إلههم الجديد اللي يسموه مهندس الكون الأعظم اللي هو بافوميت. كما يذكر البعض وفي أكثر من كتاب أن الحرف جي يمثل كوكب الظهرة اللي هو كوكب الصباح، ويمثل وليس يمثل داغود اللي هو الله الذي نعرفه، وبالنسبة لهم كوكب الظهرة يمثل خلاص شيء معين عند الرجل، وهو أيضا أحد أسماء الشيطان، وهو يمثل عند الماسونين الإله بافوميت. بافوميت ده يا جماعة الخاتي والولد في صفحته، شفتوا الصورة اللي فيها جسم إنسان ورأس معزة دي والقاعدة كده بشكل تمثال، ده اسمه الإله بافوميت عند عبدة الشيطان يا جماعة. طيب من هو بافوميت؟ قال هو الإله الذي اتهم فرسان الهيكل بعبادته في السر من قبل فيليب الرابع ملك فرنسا، واتهمهم بالهرطقة ثم أمر بحرقهم. قال وهو يجسد الشيطان لوسيفر، هو شوف الولد خدت صورة بافوميت وخدت صورة لوسيفر يا جماعة الاثنين، وبيمجد لوسيفر وبيقول أنا
ومجد لوسيفر اللي هو ده اللي هو بافوميت اللي اساسا فيليب الرابع ملك فرنسا اللي هو كان بيقود المسيحيه في ذلك الوقت امر بحرق وقتل فرسان الهيكل لانهم متهمين بعباده الاله بافوميت اللي هو عباده الشيطان. فبافوميت الخاتي والولد ده يا جماعه براس المعزه ده يا جماعه والقرن القرون ده اسمه لوسيفر اللي هو ابليس اللي هو الشيطان. طيب وطبعا بيسموه لوسيفر يعني ملاك النور، وما هو ما ملاك يا جماعه، هو شيطان لكن بيسموه لوسيفر المطرود من الجنه وبيعبدوه عنده كنيسه عديل في امريكا حكلمكم عنها، عملها انتون ليفي وحكلمكم عنها لما يجي وقتها. طيب ما هي صفات الاله يهوى عند اليهود؟ والاله يهوى يا جماعه هو يعني الرب الذي اتفقت كل الاديان على عبادته وهو الله تبارك وتعالى. طبعا بعدين هم انتقصوا من الله عز وجل كما وصفهم القران الكريم انهم وصفوه بالولد وكثير من الامور، تعالى الله عما يقول علوا كثيرا، من اجل ان ياتوا من هنا ويمجدوا عباده الشيطان. انت لابد ان تنتقص الاله الموجود حتى تمجد عباده الشيطان. ما حد اقتنعوا بالكلام ده، تعالوا انا اديكم نصوص ادرجت في العهد القديم تسيء الى الله عز وجل بصوره يندى لها الجبين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وادرجت ادرجوها هؤلاء الحاخامات الملاعين. خلاص؟ يكتبوه بايديهم ويقولون هو من عند الله، مش كذا وصفهم القران الكريم؟ طيب اول شيء في خروج 24 يقول عن الله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، ده في التلمود يعني وفي التوراه في العهد القديم، يقول هو مضطرب الافكار، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. ويقول هو يسير امامهم في سيناء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، في خروج 13 20 21. وفي خروج 8 25 يقول صفاته بشريه محضه ويرى بالعين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بس ده اوريكم اجرام النازل شنو ادخلوه على التوراه وليس فيه. وفي خروج 12 12 يقول ليس بعالم ويطلب الارشاد، ده مين؟ ده الله تبارك وتعالى الذي خلقنا، يقول عنه القران تبارك وتعالى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وفي خروج 14 32 يقول ليس معصوما وكثيرا ما يخطئ ثم يندم، ده مين؟ ده الله عز وجل الذي خلق الخلق والذي أوجدنا على غير مثال سابق. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بديع السماوات والأرض. لماذا تم اختيار كلمة بديع؟ لأن الله عز وجل أوجدنا وأوجد السماوات والأرض على غير مثال سابق. شفتوا الكلام ده كيف؟ هم يقولوا شنو؟ ويقولوا أمر بني إسرائيل بالسرقة عند خروجهم من مصر، خروج 22 3. يعني تخيلوا كلام زي ده، الله عز وجل أمر بني إسرائيل بالسرقة عند خروجهم من مصر، قال لهم أسرقوا أموال الأقباط وأموال الفراعنة وأخرجوا بها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويقول في خروج 12 12 إله قاس مدمر متعصب لشعبه لأنه ليس إله كل الشعوب وهو بهذا عدو للآلهة الأخرى. بالله هل يعقل هذا الكلام يكون في سفر خروج 12 12؟ هل يعقل هذا الكلام يكون مما قاله الله تبارك وتعالى ومما أوجده سيدنا موسى عليه السلام؟ هذا واضح أنه كلام كله إجرام وكله سب لله عز وجل وتمجيد للشيطان، وهذا هو كلام المشنة والجمار الذي يمهل لعبادة الشيطان لاحقا في هؤلاء عند هؤلاء الخبثاء. طيب هجيب لكم بعض ما ورد في التلمود من كفريات وحقد اللي هو في المشنة والجمارة، حتتحيروا ما أورده هؤلاء الناس. لاحظوا معي ذاك في العهد القديم ولكن هنا في المشنة والجمارة بعض الكفريات والحقد التي وردت في التلمود نصا، حجيب لكم من التلمود عشان تعرفوا انه نازل دائما ده مش الولد ده قال مؤمن بالتلمود وقال انا لوسيفر وانا إلوميناتي وانا متنور وكذا، تعالوا نشوفوا مؤمن بشنو عشان تعرفوا الولد الذبح البدي مؤمن بشنو اصلا. قال الله هو مصدر الخير كما هو مصدر الشر وهو غير معصوم، ده نص يا جماعة في التلمود جبت لكم من المشنة والجمارة، حسبي الله ونعم الوكيل. والله عز وجل يقول في كتابه العزيز ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير، الشر ليس إليه، شر نحن من ينتج الشر ونحن من نحصد ما فعلنا من شر. الله عز وجل يعني هو موطن الخير وملجأ الخير ومحور الخير وملاط الخير ومآل الخير، فكل خير من الله عز وجل وكل شر من أنفسنا، هذه عقيدتنا. يقول أيضا في المشنة والجمارة أرواح اليهود جزء من الله، يعني أي يهودي حاين في الوطن دي هو جزء من الله، مواهيم ساكت. طيب ويقول ومن ضرب يهودي فكأنما ضرب الذات الإلهية، الكلام ده مذكور كده بالنص في المشنة. طبعا ما أنت أتألف أنت يا جماعة التأليف ده صعب، التأليف ده مزول بيكتب أي شيء.
فقالوا من ضرب يهودي فكأنما ضرب الذات الإلهية نفسها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب الفرق بين اليهود والآخرين عندهم كالفرق بين الإنسان والحيوان، فكل الناس خراف ما عدا اليهود، وكل الناس حيوانات ما عدا اليهود، كل الناس يا جماعة تشمل المسلم والمسيحي كلهم خراف ما عدا اليهود. قال يجوز لليهودي أن يغتصب غير اليهوديات لأنهن كالبهائم. أرجع للنص ده تاني، الجماعة اللي بتقول لنا سايكوباتي، والجماعة اللي بتقول لنا الولد يطلع لأنه عيان ومريض نفسيا، الولد ده اغتصب البيت لأنه ده دين عنده. وكتوب في بالنص في المشنا والجمارة يجوز لليهودي أو الذي يناصر اليهود أو الصهيوني أو المستنير اللي هو الإلوميناتي أن يغتصب غير اليهوديات لأنهن كالبهائم ولا حقوق شرعية لهن. الناس اللي جابوا البيت دي وارتكبوا معاه الفاحشة وكسروا حنكة وكسروا راسه وطعنوها وقطعوها وقطعوا رقبتها وقطعوا يدينا ولم يرمش لهم جفن، وحتى الشرطة لما انقبضتهم قالت هم عادي عادي ما شعرين حتى بالأسف، لأنه الكلام ده عندهم عقيدة يا جماعة، لأنه الكلام ده عندهم دين. ما تجيبوا لنا كلام برا راسكم سايتك لنا والله سايكوباتي وعيان وما بيعمل الكلام ده إلا زول عيان. عيان شنو يا زول؟ انتوا العيانين وانتوا اللي بتناصروهم ديل والبنات اللي بيدافعوا في الهاشتاج ديل. خافوا يا أخي على، خافوا من ربكم، خافوا على أسركم، خافوا على سمعتكم، انتوا بنات مطرطشات ولا شنو؟ طيب أيضا يقول التلمود أن يسوع الناصري موجود في لجات الجحيم. حسبي الله ونعم الوكيل. عارفين يسوع، يسوع الناصري ده قاصدين منه؟ قاصدين سيدنا عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى عليه السلام ابن العذراء، ذلك الكريم المكرم ابن الكرماء، وهو من نسل إبراهيم عليه السلام، وهو من أولي العزم من الرسل كما نؤمن نحن المسلمين ونحبه، وحبه دين، ومن يسيء لعيسى بمثل هذه الإساءة عندنا عليه الصلاة والسلام فهو كافر وليس بمسلم وخارج من ملة الإسلام. دنصهم يا جماعة في التلمود وفي المشنة والجمارة. قالوا يسوع الناصري موجود في لجات الجحيم بين القاري والنار، وأن أمه مريم أتت به من العسكري باندار عن طريق الخطيئة، يتهمون العذراء سيدة النساء بالخطيئة كما فعل من اتهموا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بالإفك. دير يا هو يا جماعة، ده الولد ده مؤمن بالكلام ده؟ ده كلامه يا أخي، أنا ظلمته؟ هو خات الصور دي وقال أنا إلوميناتي وقال أنا مؤمن بالكلام ده، أنا ليه أبرر له؟ هو خات الصور ولابس العلامات ولابس الرموز اللي بتدلل على أنه مؤمن بهذا الكلام، وخات صورة بافوميت أو الإله بتاع التلمود ده اللي هو الشيطان، خات صورة لوسيفر ويمجد لوسيفر في الصور بتاعته، أنا جبت له من بيتنا؟ ما ده الكلام اللي بيقوله هو، أنا جاهز أشهد في أي محكمة في أي مكان في السودان ده، أنا عندي دراسات في الكلام ده من زمان، وجاهز أشهد وأجيب الكلام ده بالنصوص، ما عندي أي مشكلة. طيب تعالوا للكلام العجيب، ليه الناس ديل ضبحوا البيت دي كده بدم بارد؟ وليه الناس ديل ما متأثرين أصلا يا جماعة؟ قال عالوا الناس ده، أقروا الناس ده كويس، الكلام ده من التلمودة والمشنة والجمارة. قال هنالك أنواع من الطهر لا يصل إليه اليهودي المؤمن بهذا الكلام يعني إلا يقدم قرابينا من البشر من غير اليهود. الود ده مؤمن بيه كده، الود ده مؤمن بيه كده، بأنه في مناطق في الطهر والاستنارة والعلو والسمو لن ما تتعاون مع الشيطان يا جماعة، ما تتعاون مع الشيطان كده. الشيطان لما تتعاون معه يقول لك ابتل، أشرب الدم، بول في المصحف، بول في اللبن، ما بعرف كب اللبن في الحمام، دي كلها من مطلوباتهم الزنا ومن مطلوباتهم قتل الأنفس البريئة، بس بشرط يكون ما يهودي. يعني الولد ده يا جماعة تقرب بالبنات ديل عشان يكون أقرب للشيطان. طبعا الشيطان بيقوم يغريه وبيديه فتوحات، بيجيب له قروش، بيجيب له ذهب، بيتمثل له في صورة ناس، بيعمل له خروقات، بيعمل له معجزات. كذلك المسيح الدجال كمان مؤيد بالمعجزات، تقال الموضوع شنو؟ يحيي ويميت عشان يفتن الناس. فالإنسان يا جماعة الذي يتعاون مع الشيطان يفتن بهذه الطريقة. فعين النص ما تقول لنا سايكوباتي ولا مريض نفسيا وطلعوا لنا من المحكمة، وأي زول يطلعوا يتحمل المسؤولية، ونحن والله حنعلي الصوت ومستعدين نشهد ضد اي زول يطلع زول ده من المحكمة دي، هو والولد اللي معاه. ما في حاجة اسمها سايكوباتي، ده المؤمنين بالكلام ده من واقع تعليقاتهم للأسف ما براهم. خشوا الصفحة، أنا خدت لكم الرابط بتاعها، الصفحة فيها أولاد تانين وفيها بنات تانيات وفيها صور بنات لسه سودانيات كمان، وفي بنات لسه كمان بيدافعوا عنه يقولوا قاعدين الشوكولاتة، شوكولاتة في راسكم ده، انتوا مجانين ولا شنو؟ قال هنالك أنواع من الطهر لا يصل إليها اليهودي إلا يقدم قرابين من البشر من غير اليهود. وقعدت البنات بتوع الشغلات ديل، الدور كان جايكم والله، بس لكن ما لما فيكم ساكت الزول ده، كان ما شيكوا فيكم بالصف، كان الشوكولاتة ده حتنقلب حاجة تانية، الله مركم وينقبض قبل الكلام ده. أبو شوكولاتة ده بيغتصب وبعدين بيقطع الرأس عديل تقربا إلى الإله بتاعه اللي هو بافوميت. بلا شوكولاتة بلا كلام فارغ معاكم. طبعا الشوكولاته ما عندها ذنب بصراحه والله يا جماعه، انا بحب الشوكولاته
الزني في البنات دي اللي عشان الشوكولاته الواحده ممكن تبيع شرفها وممكن تبيع اسرتها وممكن تبيع اي حاجه. طيب نص ثاني قال لي اليهودي ان يقسم كاذبا المؤمن بالكلام ده لغير اليهود فانهم بهائم لا قيمه للقسم امامهم. ويا ناس المحكمه ما تقولوا والله حلف غسم وقال والله انا عيان ولا حلف غسم نازل قالوا الغسم ده وهمي سائب بالنسبه لكم اقسم زي ما انت عايز. فما يجي يقول لنا والله حلف غسم وغسم وده باللي اشربوا ميته هو مؤمن بانه انتم بهائم. ده النص انا ما شتمتكم بالمناسبه هوي انا حقريكم النص مره ثانيه كما كتب في المشنه والجماره. النص بيقول لليهودي ان يقسم كاذبا لغير اليهود فانهم بهائم لا قيمه للقسم امامهم. يعني انتم بهائم انا معاكم ذاتي يعني ما قاعد اشتمكم انا. هو الزود ده شايفكم انتم بهائم ولذلك ما رمش له طرف يا جماعه ما حزن اصلا. الرجل يتقرب للاله بتاعه اللي هو بافوميت اله التلمود اله المشنه والجماره. الرجل سعيد جدا بالعمل في البيت اصلا هو سعيد. فما تقولوا كونه ما منزعج معناه مريض. ليه تمشوا لطوال الكلام زي ده؟ زول عينه صفحته كلها معنويات ولقاءات وياكل في الشوكولاته. زول ياكل في الشوكولاته مريض كيف يعني؟ تبقى صحيحين الشوكولاته دي بترفع مستوى السيروتونين والاندورفين والدوبامين اساسا هو سعيد ذاته اصلا. الشوكولاته دي ما بتخلي زول مريض، الشوكولاته بتخلي زول سعيد وعايش كميه من السلامه الداخلي. ونحن لقينا الشوكولاته وابينا قسما بالله كادبوري دي تطير بيك السماء. كمان لو لقيت ديك اسمها كندر بوين ولا اسمها شنو ديك اسد عالم ثاني كمان. ما تقعد تتلاعبوا علينا، مريض وما مريض الحركات دي ما بتمشي فينا نحن، ما تتلاعبوا علينا. طيب في المشنى والجماره في نص ثاني يقول محرم على اليهودي ان ينجي احد الاميين من هلاك. بل إذا وجده في حفرة يسدها عليه بحجر. يقصد طبعا غير اليهود المسيحيين والمسلمين وكذا وكذا وكذا. شفتوا كلام ده خطير كيف يا جماعة؟ يعني الولد ده ذات السوداني المعاودة لو ما كان مؤمن بقتل البيت دي طالما هو مؤمن بالأفكار دي فالكتاب ده أوجب عليه إنه لو وجدت واحد من المستنيرين ديل يضبح في واحد من الأميين اللي هم المسلمين ولا المسيحيين ديل عادي تساعده وترمي عليه حجر كمان زيادة. يعني يا جماعة الناس دي الكلام ده كله منطلقات عقدية عندهم منطلقات عقدية. طيب تعالوا أديكم نص ثاني كمان. يروي التلمود أن الله ندم لما أنزله باليهود وبالهيكل ومما يرويه التلمود على لسان الله قوله ده بالنص يعني ذكروه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقول أدى الله عز وجل يقول كذا يقول تبا لي لأني صرحت بخراب بيتي وإحراق الهيكل ونهب أولادي. طبعا لما بختنصر هدم عليهم ودمر الكلام ده تخيلوا يا جماعة الله عز وجل يقول تبا لي. شوفوا هذا الإجرام، شوفوا هذا التعدي على الذات الإلهية، شوف هذا سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى. يا أخي لأنهم عباد شيطان أصلا يا أخي، هم ليسوا عباد لله عز وجل، هم عباد شيطان أصلا وعابد الشيطان. هذا حاله. يتوقع إنسان من يعبد إبليس يعني يتوقع منه إيش؟ يجل الله عز وجل ويبجله. الله عز وجل يعني فضح أمثال هؤلاء في القرآن وفي السنة وورد أمثال هؤلاء كثير. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا خلاص. والكلام ده مذكور في كتابة تلمود شريعة إسرائيل صفحة 17 إلى 19 رجل كتابة تلمود شريعة إسرائيل تجد الكلام اللي أنا قلت لكم ده مكتوب نصا يا جماعة في الله. طيب هؤلاء الناس لم يتركوا يا جماعة شيئا من المصائب إلا وفعلوها. أنا عشان ما أطول عليكم في اللايف حأدخل معاكم مباشرة إلى عملية الفكرة دي جات من وين. الناس دي يا جماعة مؤمنون بمعركة اسمها هرمجدون اللي بيقود المسيح الدجال من جانب وبيقودوها المسلمين وغيرهم من جانب آخر. طيب هرمجدون دي طبعا يا جماعة في الإسلام مذكورة ونحن برضو مؤمنين بها وفي كل الأديان مذكورة ومذكورة عندنا في حديث أبي أمامة. حديث أبي أمامة في قصة خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام وفيه وراء الدجال 70,000 يهودي كلهم ذوي سيف محلى فيدركه عيسى عند باب لد فيقتله وينهزم اليهود فلا يبقى شيء مما يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء فيقول يا عبد الله للمسلم هذا يهودي فتعال فاقتله إلا الغرغد فإنه من شجرهم. شجر القرغد هو شجر اليهود. طيب إذن يا جماعة هم الآن بيعدوا أنفسهم هؤلاء المستنيرين اللي هو أنصار الطائفة الشيطانية دي. طيب اللي أنتج الفكرة دي يا جماعة هم الماسون والماسونية لها العديد من الرموز أشهرها هي تعامد مسطرة المعماري مع فرجار الهندسي اللي هو البرجل. والكلام ده حتلقوا الولد لابسه عديل كعقد ومفتخر به. ومن أشهر رموز أيضا العين الواحدة اللي هي عين الإله حورس ابن الإلهة إيزيس. ده كله وهم ساي طبعا يعني العين التي ترى كل شيء. ولو شفت الولد يا جماعة عامل صورة عامل فيها كده
الصورة اللي عامل فيها كده دي يا جماعة بيمثل عين الإله حورس والإله يزيس. شفتوا الكلام ده كيف؟ ده يا جماعة كده الإله حورس والإله يزيس. ولد عاملة كده، عاملة كده معناه هو مؤمن بالأفكار دي، ومؤمن بالعين الواحدة، ومؤمن بعبادة الشيطان، ومؤمن بالماسونية. متى تتلعبوا علينا؟ متى تتلعبوا علينا؟ هو خدتها في صفحته، أنا ما ظلمته، خدتي ومؤمن بالكلام ده في صفحته. ده الولد السفاح ده اللي قتل البت وضبحها وقطعها وكده. فدي قناعاته، دي قناعاته أصلا. ويسموهم عين العناية الإلهية أو عين الشيطان، يعني هي عين المسيخ الدجال أو العين التي ترى كل شيء، وهي رمز متمثل في عين محاطة بعدة أشعة شمسية. وخدت الصورة دي في عدة صور تانية، مش عاملة بس كرمز، خدتها في عدة صور تانية. وعادة أن تكون العين داخل مثلث، ويعتبرها الكثيرون الله التي تحرس عين الله التي تحرس الإنسانية، وهي عين المسيخ الدجال يا جماعة، الذي وصف في السنة أنه يأتي بعين واحدة. خلاص. طيب تعالوا معي للسيطانيزم أو عبادة الشيطان دي، أين نشأت ومن هو صاحبها؟ عشان تربطوا بين الكلام ده تنمشي للربط يعني يا جماعة، اللي هو خدتها في صور هو الإله بافوميت والكلام ده يعني. تمام. طيب مصطلح الشيطانية أو الساتانيزم باللغة الإنجليزية يعبر عن مجموعة من المعتقدات المترابطة والظواهر الاجتماعية التي تتضمن التمجيد أو الإعجاب بالشيطان. وتفتكروا الكلام ده عنده كنيسة كاملة في أمريكا يا جماعة. تمام. وذكر الشيطان أول مرة في التوراة على هيئة ملاك يطعن بالديانات التي يتبعها البشر، رافضا الاعتراف بسلطة يهوى. يهوى اللي هو مين؟ اللي هو الله تبارك وتعالى يعني عندهم. بدأت حركة الشيطانيين في 1966 مع تأسيس كنيسة الشيطان في أمريكا. فالسيطانيزم ديل أو الشيطانيين اللي بدأت في 1966، حوريكم على يد منه دي يا جماعة، فكرة جات أصلا من الإله بافوميت، أشهر آلهة عبيد الشيطان. بافوميت دي الصورة اللي خدتها الولد ده يا جماعة في صفحته، اللي هي الصورة اللي قلت لكم عليها رأس، عليها جناحين وعليها جسم إنسان وعليها الشعار بتاع الأيدي ده. خلاص. اللي هو نفس الشعار اللي عامله واشنطن في التمثال بتاعه، والعليها يا جماعة النجمة، النجمة شايفينها النجمة الفوق دي، والعليها القرون. ده يا جماعة اسمه الإله بافوميت، اللي هو ده إبليس عندهم، ده إبليس بسموه ملاك النور أو لوسيفر، لوسيفر ده اسمه باللغة الإنجليزية. طيب جميع النصوص الدينية يا جماعة الخاصة بالأديان الإبراهيمية تنظر إلى الشيطان على أنه خصم وعدو. كل الأديان الصحيحة التي جاءت من الله عز وجل تأتي على إبليس على أنه ملعون، إلا هؤلاء الناس يروا إبليس هو ملاك النور وهو ملاك لأنه كان في الجنة، وهو اعترض على الأمر بتاع السجود بمنطق وعقل، وهو إنسان هو مخلوق فاهم ومخلوق يعادي التعنت والتزمت وواوا. المهم جعلوه إلها كده كده، حنك ساي يا جماعة بس. تمام. وصنعوا أعمال أدبية تجسد الشيطان بشخصية البطل، مثل كتابات جورج برنارد شو، جورج برنارد شو ومارك توين. ديال يا جماعة كلهم ناس سايتانيزم، كلهم ناس يهود تبنوا الشيطانية دي ونشروها في كتبهم، وهم ودباء مشهورين يعني، وتبنوها جدا الشيطانيين كتابات جورج برنارد شو ومارك توين وغيرهم من الكتاب. طيب الجماعات الشيطانية المعاصرة التي ظهرت ب 1960 يا جماعة لها نطاق واسع جدا ومتنوع، ولها طقوس في أمريكا وفي غيرها من الدول، ووصلت إلى الدول العربية. تمام. لكن يوجد هناك اتجاهين رئيسيين، هما الشيطانية الإيمانية اللي هو يا جماعة سيستيك ساتانيزم، والشيطانية الإلحادية اللي هي الأثيستيك ساتانيزم، ودول المختلفين تماما يا جماعة. الشيطانية الإلحادية أو الشيطانية الإيمانية تبجل الشيطان كإله خارق للطبيعة، دول عندهم إله لكن إلههم الشيطان، بسموها الشيطانية الإيمانية. أنا ما أعرف ذاته شيطانية إيمانية كيف يعني، شو الوهم دي ذاته. دول لا، دول عندهم إله اللي هو إبليس نفسه أو لوسيفر أو ملك النور، ده الإله بتاعهم. خلاص. أما الإلحادية ينظرون إلى أنفسهم على أنهم ملحدون ولا يؤمنون بأي إله بما فيهم إبليس ذاته، فينكرون الإله يهوى اللي هو الله تبارك وتعالى، وينكرون ألوهية إبليس، ويدعو إلى التحرر والزنا، وإنك تعيش حياتك كده والحياة دي نهايتها تموت وتبقى دود وخلاص انتهى الموضوع. تمام. ولا يؤمنون بالشيطان المادي، بل يؤمنون بالشيطان الرمزي الذي يرمز إلى بعض الخصال البشرية وكده. طيب من هو المؤسس يا جماعة للحاجة دي؟ عشان تشوفوا تاريخه وتربطوا بين الكلام مع بعض والبعض. الأسس الكلام ده يا جماعة هو أنتون ليفي، أنتون ليفي. خلاص. والرجل ده ولد في العام 1930، يعني معناه أسس الكلام ده بعد ما بيجي عمره 36 سنة. تمام. في مدينة شيكاغو الأمريكية لأبوين يهوديين، لاحظ لأبوين يهوديين، عشان ما تقولوا الربط ده أنا ربطته ليه يعني. وكان موسيقيا وممثلا ومحبا للخوارق الطبيعية، لاحظوا معي.
الناس اللي بيحضروا في اليوتيوب الافلام بتاعت الجن والشياطين وفتح العين الثالثه والوعي غير المنضبط. انتبهوا يا جماعه، حبكم للكلام ده لو ما منضبط والله العظيم تضيعوا، والله الكلام ده وانا باحث فيه والله ما تضيعوا. انتبهوا يا شباب، الجماعه اللي بيحبوا امور الطاقه وامور الوعي وامور العين الثالثه وامور خوارق الطبيعه وامور الميتافيزيقيا وامور وبدون ما تكون مضبوطه بالدين والله العظيم تضيعوا. وهذا كليفي عام 1997. لازم يا جماعة تدخل العلوم دي، انت عندك أثارة من الشريعة، تدخل العلوم دي وانت عندك يعني أرضية صلبة من الشريعة الإسلامية، ولا حتضيع في السعي وراء هذه العلوم. أنتون ليفي ده اللي أنشأ كنيسة الشيطان في أمريكا ده يا جماعة، خشوا اليوتيوب عنده أفلام كثيرة وعنده طقوس خدتها في اليوتيوب من الكنيسة بتاعته، وعنده ويب سايت فيه أتباع من كل العالم، وعندهم طقوس بتاع شرب الدم والزنا والعري والقتل والذبح. ده دين يا جماعة، دين اسمه عبادة الشيطان، ما قاعد أكذب لكم، ما قاعد أنجر من راسي. وعندهم ويب سايت ممكن تراسلهم كمان، بس ما يطلع لك حزقاجول ولا مشكجاجول يجيك في البيت، أنا ما لي دخل يعني. أنت في النهاية خش وأنت متوضي وذاكر الله كويس، أنا غير كده ما تسألني بعدين. طيب أنتون ليفي عنده يا جماعة عدة كتب. عمك أبو شيطان ده، وشيطان ده عامل فيها مؤلف كمان. طبعا أكيد الكتب دي أملا له الشيطان، ده أملا له قريبه ده ود عمه ده، أو ما أملا له إبليس ده. أول كتاب يا جماعة عنده الإنجيل الشيطاني، عنده إنجيل مسميه الإنجيل الشيطاني. عندنا الإنجيل بتاع سيدنا عيسى عليه السلام، وعندنا الإنجيل الشيطاني، ده واضح من اسمه طبعا يعني كله خزعبلات وكلام فارغ. عنده كتاب تاني اسمه الطقوس الشيطانية. يلا دي من الطقوس الشيطانية دي، ما حتجدوا الأمور اللي عملها الولد ده في البيت. شفتوا اللي حاسم معاي؟ أول شيء حتجدوا أمور الزنا وهم زنوا بالبيت، حتجدوا أمور الوخزة اللي هو القطع من الجانب، مش قطعوا البيت من الجانب يا جماعة، مش شرطوا بطن البيت من الجانب، ده عندهم ويخلوها تنزف. حتجدوا أنه ما قتلوها مباشرة، حتجدوا أنهم طعنوا البيت من أكثر من مكان وخطوها في الحمام تنزف حتى تموت، لأنه عندهم الموت بالنزف. الموت بالنزف ده عشان تتألم الضحية، وكل ما تألمت الضحية أكثر كل ما كان التقرب للشيطان أكثر. ويكون في الحمام الكلام ده حيث الغازورات، حيكون في الحمام حيث الغازورات الكلام ده لبناتنا دول، هو اللي بيطلعوا معي زول دول بناتنا اللي بيمشي الشقق ساكت كده مع الناس ذيل. يا جماعة الكلام ده والله ما بيشبهنا، وما كان عندنا العادات دي وما عادات السودانيين الكلام ده يا جماعة. الكلام ده عمل حسابكم شديد يا بناتنا، يا بناتنا عمل حسابكم شديد. الحاجة الثالثة عنده كتاب اسمه الساحرة الشيطانية، وده الكتاب الذكر فيه انه المرأة هي يعني غيض من الشر، ويمكن ذبحها وقتلها وبدون الرجوع لأي زول، يعني المرأة دي أصلا شيطان يمشي على الأرض. وعنده كتاب اسمه مفكرة الشيطان، دي مذكرات الشيطان. إبليس كاتب مذكرات مادية لسيادته ده حضرته ده عشان يدينا لها نحن، يعني مذكرات إبليس الوهمي ده. وعنده كتاب اسمه الشيطان يتكلم، بيقول أنا بنقول لك فو ماذا يقول إبليس وماذا يقول لوسيفر وماذا يقول بافوميت، الود الخط صوره ده يعني. إذا الناس دي عندهم كتب كمان، بقى عندهم كتب وعندهم يعني أخذوا من التلمود وطوروا التلمود يا جماعة إلى كتب تانية، يعني زي الإنجيل الشيطاني والطقوس الشيطانية والساحر الشيطاني. أنا كمان أنصحك ما تقرأ الكتب دي يا جماعة، نصحك ما تقرأ إلا بعد ما تأخذ أثارة من العلم الشرعي، عشان ما تتوهك الكتب دي يا جماعة، عشان الكتب دي كلها بتطعن في الله عز وجل وتمجد إبليس. فلما تكون عايز تقرأها لازم يا جماعة تكون عندك أثارة من علم الشريعة كويس وبعدين تقرأها يعني. طيب الرجل ده عمل شنو بعد ذاك؟ بعد ما نشر أفكاره دي، الرجل ده يا جماعة أنشأ كنيسة في أمريكا اسمها كنيسة الشيطان، تعتمد على موضوع الزنا والقتل والذبح والتقرب بالبنات والتقرب بوراقة الدماء وشرب الدم والكلام ده. وهي في الأصل منظمة، وقد يطلق عليها شبكة تضم مجموعة من الذين يمارسون الديانة الشيطانية منتشرين في كل العالم، والودة من الشبكة دي. وبالمناسبة الخطورة في الأمر أن الودة قاعد يدعو الشباب، خشوا صفحته تلقوا معلق لشباب تانين زي عزام ومنوم نوديل، يناديهم ويرسل لهم اللوكيشن كمان، يعني الودة شغال دعوة، الودة مش قاعد في بيتهم، الودة شغال دعوة للبنات والأولاد ديل، تمام؟ طيب قال كما كتب في الإنجيل الشيطاني الذي كتبه أنتون ستاندر ليفي في العام، اسمه الكامل أنتون ستاندر ليفي، الاسم ذاته يهودي طبعا ليفي، في العام 1969 قال لقد وصفها كاهنها الأعلى بأنها ديانة الملحدين الذين في الحقيقة لا يؤمنون بالله أو حياة ما بعد الموت، وبناء على ذلك يجب أن يستمتع الإنسان بحياته كلية بما فيها من الزنا والخمور والقتل وأي نوع من المعاصي، وأن يحيوها كاملة أو كما يحلو لهم، لأنه ما في حاجة بعد الموت، كله خداع ساي، ما في شيء بعد الموت، لا جنة ولا نار ولا 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 ولا، بس انت اقتل واذبح وازني واقتل واشرب الدم واستمتع بكل الاجرام. عشان كده الولاد قتلوا البنت دي بدم بارد وهم سعيدين بيمارسوا في طقوسهم الشيطانية اللي هم مؤمنين بها يعني. طيب تأسست كنيسة الشيطان يا جماعة في سان فرانسيسكو في كاليفورنيا في 30 ابريل 1966،
ومنذ ذلك الحين هي موجودة حتى الآن، والحكومة الأمريكية عارفاها بواسطة أنتون ستاندر ليفي الذي كان الكاهن الأعلى حتى موته في العام 1997. يعني عمك ده كان الكاهن الأعلى للكنيسة دي لحد ما مات وهلك، وهو الآن في النار بإذن الله تعالى، وحيعرف بعدين مقدرة الله عز وجل، ويعرف الشيطان والدعم ده ما حينفعه بحاجة. هلك في العام 1997. أسس براو؟ لا 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 لا، ليه حديكم أسرار؟ أنا ما أسس براو، أنا قمت تتبعت الفيلم ده وشان أوريكم إنه الإجرام ده عالمي وهم شبكة. ما أسس براو ده كان في الواجهة يا جماعة. يعني ليفي كان في الواجهة. تعالوا شوفوا الأسساء معه. أول واحد البارونة، البارونة منصب سياسي كبير جدا، كارين دي بليزن التي تربت في القصر الملكي في الدنمارك. دكتور سيسيل نيكسون ساحر غامض وصانع آلات إنسانية. كينيث أنجر صانع أفلام متخفي. راسل وولدن مساعد مستشار لمدينة كبيرة جدا. دونالد ويربي واحد من ألمع المقاولين في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية ومالك شركات كبيرة جدا. الأنثروبولوجي مايكل هارنر وعالم مشهور ده جدا. الكاتبة شانا ألكساندر كاتبة مشهورة جدا في العالم الغربي وفي أمريكا، وكاتبة رومانسية كمان بالمناسبة. الجراح وفنان التاتو الشهير، تاتو اللي هو الوشوم دي بتاعت البنات دي والأولاد، الشهير حفيد رئيس الولايات المتحدة فرانكلين روزفلت وصاحب المصانع الرائدة في تصنيع الآليات. يا زول ده كلام خطير ده يا جماعة، دي كلهم رموز، رموز مجتمعيين يا جماعة. ويقال إنه بيونسي برضو وغيره من الفنانات الأمريكيات، والأخيرة دي اسمها منو نيكاي ولا اسمها منو دي، برضو يقولوا هم من أتباع كنيسة الشيطان تمام. ومادونا برضو، مادونا من أتباع هذه الكنيسة برضو. طيب هل تتخيلوا انه الكنيسه دي ظهرت في العلن واعلنت عن برامجها وطقوسها عادي كده اللي اتبعها من الولد ده من اتبعها؟ في السنه الاولى من وجود انتون ليفي وكنيسه الشيطان جذبت اهتمام الاعلام عندما تمت زيجه شيطانيه علنا بين جوديس كاث، طبعا اول من دعوا الى المثليه وزواج الرجل من الرجل والمراه من المراه هم اصحاب الكنيسه ديل. فاخواننا دعاه المثليه ديل ده الهكم، ده الهكم بافوميت الخاتي والولد ده الهكم، فانتوا عبيد الشيطان. دعاه المثليه أنتم عبيد الشيطان. فأول من دعا إلى المثلي هو أنتون ليفي، وأول من عمل زواج مثلي في الستينات هو أنتون ليفي في الكنيسة بتاعته. فأنتم عبيد الشيطان ولستم عبيد لله عز وجل. أي ذل يدعو للمثلية والكلام ده أعرف شغلتك دي كويس. قال عندما تم الزيجة الشيطانية علنا بين جوديث كاس والصحفي جون رايموند، الصور قاعدة في الجوجل، أمشوا عملوا سيرش لجوديث كاس، زواج جوديث كاس وجون رايموند. خلاص جوديس كاس إنسان إداري تزوج واحد صحفي اسمه جون رايموند، والصور موجودة في جوجل. مراسم الزواج قد صورها جو روزنتال مصور مشهور الذي التقى صورة رفع العلم في أيوجيما. تخيلوا إنه مراسم زواج الرادلين ديل جابوا لها أشهر مصور يا جماعة في أمريكا. الزول الصور رفع العلم في أيوجيما في الحروب الأمريكية هو صور الزواج ده. كلهم مشاهير، كلهم مشاهير مجتمع تمام. طبعا مشهورة قصة رفع العلم في أيوجيما بتاعت الحرب العالمية الثانية، وهو ده الرجل اللي صورها يا جماعة. قال لك حدث آخر تم علنا هو جنازة لعضو كنيسة الشيطان وضابط بحري إدوارد أولسون بناء على طلب من زوجته. الكنيسة ذات يا جماعة عملت جنازة ورسمية لزول ضابط بحري في الجيش الأمريكي اسمه إدوارد أولسون، هو عضو في هذه الكنيسة. خلاص بقت مشهورة الكنيسة. في جوجل يا جماعة هتلقوا عدة زيجات بعد ذاك على غدة الكنيسة دي. أنا برأي في الشاشة هسه قدامي هنا خاتي 1-2-9 زيجات لنساء مع نساء ورجال مع رسالة عقدتهم الكنيسة دي بصورة تلقوها في جوجل، ما داري لا في التيج ذاته يا جماعة. خلاص اكتب زواج مثليين كنيسة الشيطان وحيجيك كل الكلام ده يا جماعة موجود في جوجل. يا أخي نحن في بلوة كبيرة والله يا جماعة. الكلام ده دخل السودان كيف ذاته؟ الكلام ده دخل السودان كيف؟ بلد معروف يا أخي بالتدين، بلد معروف سواء كان يا جماعة مسلمين أو مسيحيين معروفين بالتدين أصلا السودانيين، وبالذات المسلمين قريبين جدا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، قريبين جدا من السنة، قريبين جدا من الكلام. فكيف دخل البلد دي حاجات زي كده يعني؟ خلاص فنحن في مصيبة كبيرة جدا يا جماعة، دخول هذه الأفكار المعادية للدين إلى أرضنا وإلى بلدنا بوجود شباب يدعمونها ويروجون لها في الفيسبوك. الولد شغال داعي لعبادة الشيطان، شغال داعي الولد ده من جنسية أجنبية ده، وموجود في صفحته، وأنا خطيت لكم صفحته في صفحتي خشوا شوفوها يعني. طيب
انتوا اللي بيجي الموضوع ماشي معاه يا دول، والفيلم شغال والقال ما نعمل قداس زي ما اللي موجود قداس موجود في الكنيسه، قال زي ما الكنائس بتاعت المسيحيين عندها قداس احنا نعمل قداس كمان. فعمل قداس شيطاني علني في العام 2006 في السادس من يونيو 2006 اقامت يعني هو خلفاء ومش يعني هو طبعا هو مات في 97 طبعا. لاحظوا شوف الناس دي شغالين على موضوعهم ده كيف، من 66 صابرين لما عملوا قداسهم في 2006. يا جماعه والله احنا هسه في ناس في الدعوه للاسلام والصبر على الدعوه دي ما يصبروا. شوفوا الناس دي صابرين على عباده الشيطان دي من كم، من الستينات صابرين على الههم الوهمي ده، على شيطانهم ده ابليسهم ده عشان يجوا يعملوا له قداس في 2006. يعني مجاهد عجيبه لنصره عباده الشيطان. واحد تقول له انصر دينك ده يغلبوا الموضوع يبقى لحار، كان قلت له بس راح ساي بس نجيب ثلاثة ساعات دعوه للدين ده يقول لك يا زول ايه انسانا بس. المهم في السادس من يونيو 2006 اقامت كنيسه الشيطان اول قداس شيطاني علنا في مسرح. لاحظوا معي مش في مش في جخنون ولا في شارع ولا في زقاق، لا 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 لا، علنا في مسرح ستيف آلن في لوس انجلوس في ال اي في لوس انجلوس علنا في مسرح ستيف آلن. يو كان فايند ات ان انا جبت الكلام ده من وين يا جماعه؟ جبته من راسي يعني بنجر من راسي تقعدني زيهم مشنا وجماره ولا شنو؟ انا بجيب الكلام ده من جوجل، بجيبه من الفيسبوك، بجيبه من اليوتيوب، الكلام ده كله موجود تمام. طيب الطقوس اللي تمت كما مكتوب وموضح في كتابين الانجيل الشيطاني والطقوس الشيطانيه زي ما مكتوب، عمل الطقوس زي ما هي، زول وقف قال لهم عينكم في راسكم ما في. وقاد الطقوس الكاهن براين مور والكاهن هايثر سيزلز، ديل الجماعه اللي جو بعد انتون ليفي، ديل ولاداته ديل الحواريين بتوعونه يعني. كاهن اسمه براين مور وكاهنة اسمها هايدر سينز، صار عندهم كاهنات رجال وكاهن رجال وكاهنات نساء. يا أخي الكلام ده كلام ده خطير جدا جدا يعني تمام. طيب كيف تنال عضوية الكنيسة دي؟ ليكن الشخص معروف كعضو نشيط هو اشتراكه في الكنيسة ومع أعضائه القريبين منه. كنيسة الشيطان دي العضوية النشيطة مقسمة إلى خمس درجات. الدرجة الأولى شيطاني، شيطاني ده المعلم ده خلاص بقى هو وإبليس درجة واحدة، يعني هو كده وإبليس حزية شغالين سوا. مش القرآن قال كده؟ قال يعني شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولا بس يهودا؟ ده هذول يدوك في المراتب لما انتصل تبقى شيطاني، تبقى سيطانيزم، تبقى معلم كبير في الشيطانة عديل يعني، تبقى تبدأ كبشر وترتقي في الشيطانية لما انتصل انت وإبليس حزية. الدرجة الأقل منها الدرجة الثانية اللي هي مشعوذ وساحرة، تكون انت ويتش، تكون انت مشعوذ أو ساحرة. الدرجة الثالثة كاهن وكاهنة، يعني جماعة العمل القداس زي الكاهن وكاهنة لسه ما بيقوا مشعوذين ذاته ولا ساحر ولسه ما بيقوا شيطانيين، دي مراتب عليا لسه ما يحلموا بها الآن ذاته. الدرجة الرابعة كاهن أعلى كاهنة أعلى. والدرجة الخامسة ماجوس وماجا، شفتوا عبادة الشيطان عبادة النار ماجوس، شفتوا الاسم ده ما بيذكركم حاجة؟ دين المجوس ها، في ارتباط كبير جدا يا جماعة ما بين عبادة المجوس في فارس وما بين المشنة والجمارة. ليه؟ لأنه ملك فارس هو الهزم بخط نصر وحرر اليهود، فنازل عندهم تمجيد كبير جدا لدين المجوس ويحبوا جاتهم، ويقال إنه عبادة النار وعبادة لوسيفر جاتهم من هنا من عبادة المجوس وخلطتهم مع اليهودية وخلطوها وجابوا الدين الجديد اللي هو دين المشنة والجمارة. يعني معناها المرتبة الأولى شو أنت لما تدخل في العبادة الشيطانية دي تكون مجوس ماجا. الولد ده يا جماعة شفتوا السلسلة اللابسة النحاسي ده، دي يا جماعة معناها وصل للمرحلة دي، لما تصل المرحلة دي برسول لك السلسلة ده تلبسه، فهو لابس السلسلة رافع عليكم كده، فالولد ده ماجوس هسي أو ماجا. فأنتوا يا البنات اللي بيدافعوا عنه بتوع الشوكولاتة ديل فالمفروض ما تسموه كورما، ها سموه ماجوس، فزوركم ده ماجوس أو ماجا دي الرتبة بتاعته خلاص. طيب بعدين طبعا بعد ما يعني يجيب اكثر من عضو في الجماعه ويدخلهم في الجماعه وكده وكده حيرقوا لكاهن اعلى، فهسه هو بيسعى لكاهن اعلى دي. طبعا بعد ذاك حيدعم ماليا وحيدعم ماديا، الان هو بيدعم ماليا، الان بيكون بيحولوا له قروش. يا جماعه انا انصح انه ناس المحكمه تتبعوا تحويلات الولد ده قاعد تجي من وين، وتتبعوا اثر التحويلات الماليه، هتكتشفوا بلاوي كثيره جدا جدا من وراه. طيب اذا يا جماعه امريكا الكلام ده متجسد فيها تماما، حتى التمثال بتاعه بتاع واشنطن المنحوت كده عينه الرمزي بتاعه والحركه العامله هي نفسها العامله الاله بافوميت في الصوره كده. فتش كده في النت في جوجل وابحث عن تمثال واشنطن الموجود في البيت الابيض وابحث عن تمثال بافوميت، هتلقى الاشاره اللي عامله بافوميت نفس الاشاره اللي عامله اسمه منه واشنطن، نفس الاشاره تماما ونفس يعني الوضعيه، بس ناقص القرون
وخلفة الرجل ويكون بافوميت ولا أجنحة يكون بافوميت ذاته. والكلام ده يا جماعة نازل يعني يخترقوا أمريكا دي اختراق شديد جدا بتوما دولة الشيطان. حتى الدولار الأمريكي بتلقى فوق العين الواحدة عين حورس الإله حورس اللي هو من الإله إيزيس العين التي ترى كل شيء. وحتلقوا الهرم بتاعهم ذاته اللي لابس الولد وحتلقوا الكلام ده كله يا جماعة. هم مؤمنين جدا بالرموز. منظمات كثيرة بترعى الآن الكلام ده يا جماعة زي منظمة الجمة والعظام الماسونية الموجودة في أمريكا وكثير جدا جدا من المنظمات. هاي ما بعد مقدمتي كلها أنا عملت الفيديو ده ليه؟ أنا عملت الفيديو ده أول شيء لتنوير الشباب وبناتنا التايهات ديل يا جماعة تمام؟ و عبادة الشيطان دخلت البلد والرموز دي دخلت البلد ونزل شغالين من بدري وشغالين في أندية اللوتري وفي غيرها من الأندية ومنتشرين وسط الشباب ومنتشرين في الأندية بتاعت الليونز وغيرها. يا جماعة والله العظيم الكلام ده كلام خطير وينبغي أن ينتبه له. أو شيء تحذير لبنات ما فهمات ديل ما يزول في الشارع يا أخي تمشوا معاوية يا جماعة. الناس ديل كلهم في موحدين ضاربين حشيش في موحدين مؤمنين بعقائد وطقوس زي دي بتاعت مجانين في ناس يا جماعة. البنات مالومهم يا جماعة بناتنا ديل مالوم الحصل لهم شنو يعني. طبعا ما كلهم أنا نفر قليل يعني إحنا ما نهائي بناتنا بالعكس بناتنا الشرف ذاته يمشي على قدمين ولكن بعض القلة القليلة المارضين لنا ديل اللي يطلعوا معي زول يمشوا معي زول ديل. الحاجة الثانية عشان ما يجينا زول الكلام اللي بيكتب في الفيسبوك في الايام اللي فاتت دي ولا الولاد ديل سايكوباتيين وعندهم امراض نفسية كون زول يطبح زول كده وما يتأثر. شوفوا الحركات دي ما بتنفع يا جماعة. هوي الحركات دي ما بتنفع. دي بتناسي انضبحت وتقطعت وفي غيرها بنات تانية انضبحوا وتقطعوا وفي بنات كانوا حينضبحوا وتقطعوا. سيبوا الحركات بتاعتكم دي. اول شيء نحن ما حنقبل اعدام في الغرف المغلقة زي ما نحن كنا من انصار السودان الكلب اللي كان في اليمن اللي قتل البنات اليمنيات. كنا من انصار انه يعدم في الشارع العام لانه ما بمثلنا كسودانيين وما شرف لنا اللي كان اسمه ادم داك خلاص واللي قتل البنات اليمنيات. برضو بنقول الزول ده الان لازم يتعدم في شارع عام في الساحه الخضراء ويتعلق هو زميله. ما تقعد تقول لنا كلام وهمي وعندهم سايكوباتيين وبتاع. وانا مستعيد وشيروا الفيديو ده لناس المحكمه وخلوا عرضوا الفيديو ده في المحكمه وانا اتحمل مسؤوليه الفيديو ده كلمه كلمه ومستعيد اشهد ضدهم في المحكمه عشان الاولاد ديل ما يطلعوا خالص من الموضوع ده. ما تقعد تقول لنا ده عنده ضغوط نفسيه وعنده ضغوط نفسيه. ضغوط نفسيه شنو؟ لو ما كان خدت الصور دي وكان مؤمن بانه الوميناتي وكان ما مؤمن ببافوميت ما ممكن الولد السوداني يكون مغيب. ايوه ممكن الولد المدى عنده دعوه شغال ليها. فاذا وجدنا ان السوداني مؤمن معه بنفس الافكار لانه في صفحته انا ما لقيت الحاجه دي الولد ده فمعناه هم واحد وهم مخططوا مع بعض. اما لو لقيت السودان ده دخل في مشكله بس ما قتل غير الكتله دي. اما لو دبل الكتل معناه السوداني معاه وواضح انه السوداني معاه لانه هم قالوا قتلنا معناه شاركوا في الجريمه الاولى وقالوا كنا منتظرين بالثانيه معناه بيخططوا للجريمه الثالثه. يبقى الاولى عليكم شنو ناس حامين في الفيسبوك والله العظيم الناس دي العيانين والناس دي مريضين نفسيا مريضين. شنو يا زول الزول ده خش صفحته قسما بالله زول سوي ويضحك ومستمتع وشوكولاته يا اخي انا ما غايزان الا الشوكولاته دي والله ما حرقان الا كميه الشوكولاته اللي اكلها الولد ده في بلدنا دي اللي اتولد فيها ومحترمه ومحترم شعبها ومحترم نساء ومحترم شرفها. اصلا هو ولد اجنبي اتولد في السودان ده وفاهم السودان وكان جزء اصيل جدا من كل الحركات الموجوده في السودان والخارج السودان بيتكلم باسمنا كانما هو سوداني. الكلام شفتوا المغزى دي؟ المغزى دي ما فيش الا الساحه الخضراء واللي يتعلق الولد في الساحه الخضراء يعدم ويتعلق ويصلب حتى ان احنا بطننا يتبرد. انا حبيت اوضح للناس الكلام ده وشيروا الفيديو ده في اي مكان يا جماعه شيروا زي ما انتم عايزين. في النهايه غرضنا حاجه واحده تبقى قضيه راي عام وما يتلعبوا علينا. احنا والله تاني ما بتلعب علينا والله احنا بعد ثوره ديسمبر زول تاني بيلعب علينا ما في اكسح امسح زي ما اتفقنا. واي زول عنده افكار زي دي تاني في البلد دي يسقط بس اي زول عنده افكار زي دي يسقط بس لحد ما نخلي البلد دي امنه وشبابها فاهم وشبابها واعي وما في زول تاني بيلعب عليهم. تحيه لكم نلتقي في الحلقات القادمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.